السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أعطيت محاضرة، وبعد ما المحاضرة خلصت طلبوا مني إن أنا أكتبها على أساس هتنشر في كتاب. فكرة بقى إن أنت تقعد تفرغ الكلام اللي اتقال وتحوله للغة العربية الفصحى وتخليه بشكل أكاديمي، ده طبعا مجهود هياخد منك يومين تلاتة. حتى يعني بالفعل أنا طلبت منهم، قلت لهم كم يوم، فقالوا لي معاك بعد بكرة. فانا اوتوماتيك رحت استعملت ذكاء صناعي، وخلال تقريبا مثلا ساعه كنت بعتها. الساعه دي كان اغلبها مراجعه. تمام، طيب انا هحاول اشرح اكتر من فكره، لان الفكره ان هتطلع بافكار مش فكره انا عملت ايه. طيب بص يا سيدي الفاضل، اول حاجه، ما دام المحاضره موجوده على اليوتيوب وبشاهد المحاضره على فكره بس كمثال، هدخل في الترجمه. تمام، هو اوتوماتيك في خاصية دلوقتي ان هو يبدأ يحول الصوت لكتابة، موجودة في قلب اليوتيوب عادي. فانا هاجي هنا وادوس على الزرار دوت، والفكرة دي ممتازة جدا لان انت بتقدر تترجم الفيديو بتاعك للغات كتير جدا. تمام، خلي بالك ان في غلطات ومفروض ان انت تعديها. الذكاء الصناعي او هنشوف دلوقتي ان شات جي بي تي لما هديله الجملة يبدأ ان هو يعالجها، او مثلا جوجل بارد، جيميناي، كل الحاجات بتقدر تشرح حاجه زي كده. طيب دي اهي الملف الترجمه. تمام، ممكن اقول له نشر. تمام، وهوريك ازاي ان انت تخليه برضه بالانجليزي، بس لو انت حابب ان تحول الانجليزي. الاختيارات هقول له تحميل، انا ابتدي اللي انت عايزه، انا هقول له اس ار تي لان هو اسهل حاجه تحوله للتكست على طول، وهتلاقي في مشكله وهنشوف ازاي نحلها. ماشي، واحده واحده مع بعض. طيب ممكن برضو بالمرة اقول له اضافة لغة، واقول له ترجم لي الملف دوت للغة تانية. ده هيزود لو حد بيعمل سيرش بالاسباني يطلع برضو معاه، بس لازم برضو يتشتغل على العنوان. بص لما اجي هنا في اكتر من اختيار. ممكن اقول له ترجمة تلقائية، هو ترجم على طول. طيب احنا كده بقى معانا الملف، خلينا نفتحه كده اهو. هقول له مثلا افتحه لي على النوت بيت. هو بقى ايه عمل لي ايه، حط لي كل سطر من الثانيه كذا للثانيه كذا ايه الكلمه اللي بتظهر. طيب حلو، خلينا بقى نروح لجيميناي وهديله التكست واقول له حاول تكتبه لي بشكل اكاديمي مع الغاء التوقيت. يعني انت عشان المفروض تجيب واحد متخصص في حاجه زي كده، طيب خليني اهو اخد مثلا حته كده اهو واقول له ايه حول الكلام من العامية للغة الفصحى. هيحولها، لو قلت له بلهجة أكاديمية هيبدأ يشوف النقط المشتركة ويبدأ يحطها لي في شكل نقط. مع العلم هتحصل أخطاء، يعني خليك عارف أنت بقى مهمتك إن أنت تصلح الأخطاء. على فكرة الشات جي بي تي والجيميناي حلوين جدا جدا في الترجمة، تقدر تعتمد عليهم في الترجمة بشكل كبير، لكن برضه لازم انت تراجع ان هو يحول حاجة اللغة الفصحى واكاديميا مع حذف التوقيتات. تمام، طيب خلينا بقى ايه نديله الجملة ونشوف هيديني ايه. وارد جدا يديك حاجة بالشيء اللي انت عايزها. تمام، لكن اهو حلها لي اهو. اول حاجه كلمه اكاديمي هي اللي خلته يخليها في شكل نقاط زي كده. هل الكلام اللي قاله صح لحد الان؟ مظبوط. تمام اهو، جميل جدا. تمام، فقدر تحول الكلام اللي انا بقوله، تمام، يعني فيديو زي كده للشكل ده. طيب لو انا بصاحب الفيديو فمش قادر احصل على في تولز كتيره وادنس كتيره تخليني اقدر احصل على السبتايتل،
خلينا نسأل الذكاء الاصطناعي كيف أحمل السبتايتل من فيديو على اليوتيوب ونشوف هيقول ايه. وتاني اعتبر واحد صاحبك سألته فما جاش فتقدر تسأله تاني. بيقول لك في اختيار تحميل الترجمة موجود في قلب اليوتيوب، تعال نجرب. هفتحه كأن انا مش صاحب الفيديو، خش هنا على التفاصيل. وافتح الفيديو. للأمانة مش عارف فين الزرار دوت. تمام، خلينا نيجي هنا بيقول لي في ملحقات اهي، تعال نشوفها. الأداة دي ان شاء الله تكون هي الأداة اللي احنا عايزينها، سبتايتل فور يوتيوب. تمام، وتقدر تحمل السبتايتل من اي فيديو انت عايزه، تشوف الفيديو وتقول له حمل لي السبتايتل. تمام، ففي معلومة ما كنتش عارفها ورحت له فهو جاب لي الإجابة. تمام، في اجابات تانية كتير لكن جيميناي تابع لجوجل. تمام، فمش هيديك الحلول من الاخر، لكن لو سألت شات جي بي تي ممكن يديك حلول اخرى ان انت تحمل السبتايتل من قلب اليوتيوب. تمام، فدي فكرة اهوت. وخلاص بقى عندي شكل اكاديمي اراجعه، لان حصل غلطة من كام يوم، بحث اتنشر وفي مجال طبي ومجال مهم، وكانوا خدوا النتيجة من شات جي بي تي كوبي بيست، وكان في كده شات جي بي تي بيقول لهم خلوا بالكم الاجابه بتاعت السؤال ده انا مش قادر اجاوبها لان انا نموذج لغوي وما عنديش الاجابه على السؤال دوت. خدوا الاجابه بتاعت شات جي بي تي بالكلام ده وحطوه، رغم ان عدد المشاركين في البحث تقريبا 7 أو 8 اشخاص في مجال طبي حيوي مهم، حاجات خاصه بالخلايا وحاجات دي كلها، فكانت كارثه وفضيحه علميه. تمام، فاحذروا.